والقرآن أيها السادة لمرض القلوب شاف، وما أجمل من تدبر منه كل يوم وردا وقسطا كافي. فهيا بنا لنعود لنستمع لشيخنا عمرو موافي يتلو علينا من آيات الله البينات. أسأل الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. Yeah.
الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر والسماء والسماء رفعها والسماء رفعها والسماء ألا تقوى في الميزان، ألا تقوى في الميزان، وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الرحمن عروس القرآن كما وصفها نبينا المصطفى العدنان ووعد معتادي قراءتها بفسيح الجنان، امتعنا بتلاوتها بصوته القروان فضيلة القارئ الشيخ عمرو موافي، شاكرين الى فضيلته والى حضراتكم جميعا باسم الأسرة الكريمة.